تأملوا في ساعة رحمة الله، عاشوراء يوم واحد، يسن أن تصوم قبله أو بعده، لكن إن اقتصرت عليه فلا حرج عليك، لكن يوم واحد سويعات يكفر الله به الذنوب الصغائر في أكثر من 354 يوم. اللي الشيطان لاعب عليه إياك أن تصدقه فيريد منك أن تبقى بذنوبك. اطرح عنك ذنوب السنين وصم في يوم عاشوراء وأبشر، فإن رحمة الله قريب من المحسنين.